معنا هاتفيا المشاهدين الكرام من اسطنبول سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. إذا ميدل إيست البريطانية في تقريرها ذكرت أن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات قلقة من موجة عنف جديدة في العراق بعد نتائج الانتخابات، ما تعليقك على ما جاء في هذه الصحيفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. ستظل هذه العصابات التي تتحكم بالعراق تتصارع وتمارس العنف والأرهاب ضد الشعب العراق وتصفي خلافاتها السياسية كما يزعمون بدماء العراقيين، وبالتالي هذا ما نشاهده، يعني هذا الذي تحدث عنه تقريركم هو ما نشاهده منذ 15 سنة. الأمر ليس جديدا، الذي يعيشه العراقيون منذ 15 سنة يعني مصداق لهذا الكلام حينما يصفي أقطاب العملية السياسية، وفي الحقيقة هم ليسوا إلا ميليشيات إرهابية في الغالب وعصابات تتصارع بدماء العراقيين، يصفون حساباتهم على حساب دماء هذا الشعب. وحتى أن قبيل الانتخابات راج وسم هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان تفجير انتخابي. هذه الألاعيب يعرفها الشعب العراقي جيدا وعاش ويلاتها منذ 15 سنة. مجلس الأمن الدولي دعا إلى فتح تحقيق بجميع الشكاوى المتعلقة بتزوير الانتخابات، هل سيؤثر ذلك بما يؤدي إلى تدويل الأزمة في العراق؟ إذا تغيرت الإرادة الأمريكية المتحكمة بالعراق، عفوا المتحكمة بالعالم بخصوص الشأن العراقي، سيؤدي هذا إلى نوع من الاهتمام الأكبر بالقضية العراقية وربما إلى تدويلها، ولكن لحد الآن لا يوجد هذا التغير في اتجاه الإدارة الأمريكية. لكننا لمسنا في هذه المرة، في هذه الانتخابات أقصد، يعني تغيرا في خطاب الأمم المتحدة. أولا من أمس تحدثوا في جلسة مجلس الأمن، تحدث مندوب الأمم المتحدة في العراق الذي كان هو ومن سبقه طيلة السنوات الماضية يغطون على جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تجري في العراق، كانوا يغطون عليها، لكن يبدو أن عمليات التزوير والانتهاكات الكبيرة التي حصلت خلال الانتخابات الأخيرة لم يعد بالإمكان التغطية عليها. لذلك وجدنا يانكوفيتش يتحدث عن جرائم وعن انتهاكات وتحرشات جنسية بالسيدات، وفي خصوصا في معسكرات النزوح، مخيمات النزوح عفوا، وتحدث أيضا عن تزوير وترهيب ميليشيات مسلحة. يعني مع سعي البعض لتشكيل حكومة جديدة نتيجة لهذه الانتخابات التي رافقها كما ذكرنا عمليات تزوير، يعني هل يمكن أن تلقى هذه الحكومة التي ستشكل شرعية دولية وحتى قبولا في الداخل العراقي الشعبي؟ المقاطعة الكبيرة التي عبر عنها شعب العراق تجاه العملية السياسية الاحتلالية وليس فقط تجاه الانتخابات تدل على أنه لا شرعية لهذه السلطة المنبثقة عن الانتخابات التي جرت، كما طبعا نحن ننظر إلى عدم شرعية كل الانتخابات والسلطات التي شكلها الاحتلال، الاحتلالان الأمريكي والإيراني المشترك للعراق في السنوات الماضية. لكن هذه المرة الإحجام الكبير والمقاطعة الكبيرة في شمال ووسط وجنوب العراق يدل على أولا وعي هذا الشارع العراقي ب يعني مساوئ هذه العملية السياسية من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا شرعية لهؤلاء الذين انتخبوا بحاصل أصوات لا يتجاوز 20% من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت. لأننا نعلم أن عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت كان بحدود 24 مليون ونصف، ومن تسلموا البطاقات الانتخابية كان بحدود 10.8 مليون شخص، ومن انتخب من هؤلاء العشرة هم 44%، وهذا رقم يعني قليل جدا ويفصح. حتى إن صدقت هذه النسب التي أعلنت من المفوضية، ف
سيدل على عدم شرعية هذه الانتخابات وعدم شرعية الحكومة المنبثقة عنها. بالرغم من كل ذلك سيد مصطفى، ما تفسيرك لتدخل رئاسة الجمهورية للدفاع عن نتائج هذه الانتخابات؟ يعني ما مصلحة فؤاد معصوم في الدفاع عن تزوير الانتخابات بحسب ما صرح النائب هوشيار عبد الله؟ فؤاد معصوم بحكم منصبه هو حامي هذا الدستور كما يزعمون، وهذا الدستور هو سبب بلاء العراقيين وسبب مشاكلهم، وبالتالي فهو يحمي منصبه ويحمي الدستور الاحتلالي الذي يمزق العراق ويقسمه إلى طوائف متناحرة وفرق متصارعة. هو لا يدافع عن عملية ديمقراطية، إنما يدافع عن مشروع الاحتلال الذي جاء به من مجرد متمرد في عصابات البيشمركة التي قاتلت دولة العراق الوطنية على مدى عشرات السنين منذ الأربعينات والخمسينات، وجاء به إلى القصر الجمهوري بطريقة مزورة يعني بائسة. الكل يعرف يعني فساد هذه، أو العفو، سوء هذه الوسيلة التي جاء بها. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل.